مساء الجمال على احلى مشاهدين قناه المحور وحلقه جديده من برنامج مع ماسي احلى. الحقيقه ان كريم ماسي دوروجول ده حقق طفره كبيره جدا في عالم التجميل، وحقق كمان شهره كبيره جدا مش بس في مصر لا كمان بره مصر. خلونا نعرف معلومات اكتر عن كريم السحر والجمال كريم ماسي دوروجول مع دكتورتنا اللي منورانا دكتوره هند نصير، احد اعضاء الفريق الطبي بمجموعه شركات ماسي. ازيك يا هند؟ ازيك يا حنان؟ ايه الاخبار؟ قولي لنا بقى، ماسي دوروجول ده حقق شهره كبيره جدا والناس كلها دلوقتي بقت بتتكلم على ماسي دوروجول من كل الاعمار ومن كل الاجناس رجال وسيدات، فقولي لنا ايه سر تركيبه ماسي دوروجول اللي خليته مختلف عن اي كريم اخر؟ شوفي، هو كريم ماسي دوروجولد كريم مختلف يعني في كل المكونات اللي موجوده فيه. يعني عندك في الكريم في ذهب، في كافيار، في سيراميد، في فيتامينز، في بص كل حاجه كلها ريسيرشز معموله او اتعملت علشان خاطر نقدر نطلع بنتيجه. النتيجه دي تخلي كل بنت او كل امراه او حتى الرجال اللي عايزين يستخدموا الكريم تقدر انها تجيب نتيجة في الفترة الزمنية اللي بيقدروا يستخدموا فيها الكريم. طيب، فاحنا عندنا في حاجات بتشتغل على البشرة، يعني في حاجات علاجية بتعمل تريتمنت علاجي للبشرة زي الذهب زي الكافيار. يعني الكافيار فيه انتي اوكسيدنت كتيرة جدا، وفيها املاح معدنية، وفيها اوميجا 3، وفيها اوميجا 6. الحاجات دي كلها البشرة بتتشربها وبتلاقي تبتدي تشوفي النضارة بتاعتك اللي بتحصل. بقى لو انتي خارجة حتى الصبح في عندك سان محطوط فيه سان بلوك، يعني هو ضد كمان لما تيجي تخرجي الانتي اوكسيدنت علشان خاطر ما يبقاش تتعرضي لاشعة الشمس، يبقى فيه حماية من اشعه الشمس. انت عارفه ان طبعا الخروج الكتير في الشمس ده بيأثر جدا على البشره، يعني في تصبغات بتظهر، في فاين لاينز بتظهر، فدي من الحاجات اللي بتأثر جدا على البشره بتاعتنا. فماسي دوروجولد مراعيين جدا ان احنا نستخدم العناصر المفيده للبشره علشان خاطر انا اديكي العلاج في فتره قصيره. انت عارفه لو يعني هو علاجي اصلا يا دكتوره هند؟ طبعا هو عليك. انت عارفه انت عايزه البشره بتاعتك تبقى صحيه ويبقى فيها نضاره. طب هيبقى فيها نضاره ازاي والكريم لو هو مش علاجي؟ مش هيبقى فيه الكلام ده. أيوة صح. فلازم يكون عشان انت تشوفي النضاره بتاعتك الحقيقيه دي لازم يكون الكريم يشتغل على التيشو، يشتغل على السكين كويس، او الانسجه. فانت عندك في الكريم في عندك فيتامين اي. فيتامين اي انا بشوفه ان هو، انت عارفه يعني ده بقول عليه ان هو سحر البشرة، ده ساحر لأنه بيعمل تيشو هيلينج. فأنت عارفة أي حاجة بتلاقيها بتعمل توحيد للون، يعني الذهب بيعمل توحيد للون البشرة، بيشتغل على التصبغات، بيشتغل على صبغة الميلانين فبيفتح. الذهب هو ماسك الملوك، يعني عارفة زمان كانوا يستخدموا الذهب عشان يعملوا منه ماسك علشان تلاقي بشرتك متحسنة وجميلة. طيب دلوقتي انا عايزه استخدم الكريم، ينفع ان انا استخدم الكريم ده واشوف نتيجه تعادل الفيلر انستنت ليه؟ عشان ده سؤال بيتسال لي. ما هو الكريم، الفرق بين الكريم والانجكشن ايه؟ ان انت بتروحي عند الدكتور تحقني بشرتك، فلما بتحقني بتشوفي النتيجه فوري. انما الكريم للناس اللي مش حابين الشكشكه، يعني انت يعني مش هو حابه. الكريم يا دكتوره هند فيه فيلر وفيه بوتوكس؟ الكريم فيه فيلر، في ماده اسمها هيرونيك اسيد. الماده دي قد ايه هي بتشتغل على البشره وبتحسنها جدا وبتدي فوليوم. الهيرونيك اسيد معروف ان احنا بنحقن بيه تحت الجلد علشان خاطر بلومبنج وتزود الفوليوم بتاعك. فالكريم فيه هيرونيك اسيد، وفي كمان ماده اللي هي صوديوم هيرونيت، ودي من المواد اللي بتقدر تعمل بايندنج مع الووتر وبالتالي تديكي البلومبنج اللي انت بتدوري عليه. فدي من الحاجات الرائعه جدا في الكريم. طب انت عندك كمان السيراميد. السيراميد بيحسن جدا الجلد، لان كل ما انت تحتفظي بالميه تحت الجلد، اتفرجي مثلا على بشرتك لو انت قعدتي ما تشربيش ميه او البشره جافه هتلاقي دولنس، يبقى شكلك تعبان، شكلك مرهق. انا بحب جدا طريقه الاستخدام اهو انتوا نزلتوها. انا بحب جدا البنت دي ظاهر عليها قوي تاثير الكريم بمجرد الاستخدام. وهتشوفي حتى بصي انت لو جيتي بصيتي على الكريم وضغطتي بيه على ايدك هتلاقيه فيه لمعه علشان الجولد. مجرد ما حطيتي الذهب كمان يا دكتوره هند عند المناخير وعند الخدود باينه جدا. الصوره دي بصي اكتر شكل ممكن تلقطيه هنا. شايفة هنا؟ شايفة جلو قد ايه؟ انا والحمار ده اللي موجود ده من الكريم برضو يا دكتورة هند؟
اه طبعا ده ليه بقى؟ لان سنه البامبي انا من إن انا مع ان انت لما تيجي تستخدمي الكريم يديكي شويه روزي تشيكس دي. ليه بقى؟ لان من غيرها انت بتباني ضال قوي. يعني احنا بصي لما بكون تعبانه قاعدين نحط فونديتا ونحط عليه باودر ونحط بلاوي علشان يطلع وبلاشر وبلاوي عشان تطلعي كده. يعني عارفه ازاي؟ فاحنا بتبقي عايزه تخلصي. لكن انا ببقى هنا انا حابه ان كل ست او كل امراه تبقى الشكل ده. انا اقصد هنا مين يكره يا دكتوره انت يبقى محمر وخدوده محمره ووشه يبقى ياخد السكن تبقى يبقى الشكل ده تلقطيه تلقطيه اول ما تشوفيه تقولي الله دي بصي انا بعرف الناس بيحطوا ماسي دورو جولد دلوقتي. هي هنا مش حاطه على فكره ميك اب، هي بس حاطه ماسكرا وحاطه روج خفيف. لكن بصي بالحمار هنا الصوره دي فعليا ده اللي انا لما باجي استخدم الكريم وبحطه على بشرتي بمجرد استخدامي للكريم بيديني الجلو اللي انا شفته ده. يعني يديني الجلو اللي انا شفته ده. الكريم النضاره اللي بتاخديها ومع الروزي تشيكس بيبقى الخدود بتاعتك بامبي. دي حاجة كل الستات بتدور عليها. مين يكره ان هو يقوم من النوم يبقى شكله لونه روز؟ البامبي هنا كده لان الجولد بيحسن الدورة الدموية، بيزود البلات سيركيليشن. فانت لما بيعمل الحمار بقى اللي في البشرة ده، بيعمل الحمار اللي موجود في البشرة، فبيديكي اللوك اللي هو الروز ده. ده انا بحبه قوي ان انت تبقي حابة ان انت تقوم من النوم الشكل ده. طب عشان اخد التأثير ده برضو دي فيها حاجة، عشان اخد التأثير ده عندنا ايه بقى؟ عندنا بالليل قبل ما ننام لازم 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 تروحي غسله وشك كويس، وبعدين تعملي كلينسينج كويس جدا للبشره، يبقى البشره بتاعتك نظيفه فله ما فيهاش اي ريمننتس للميك اب ولا اي حاجه. وبعدين تروحي حاطه الكريم على بشرتك وتعملي مساج من داونورد ابورد، من تحت لفوق عشان تطلعي على سيرك. ولازم بصي المساج ده خدي فيه وقتك علشان تقدري البشره تتشرب كل الكريم. كمان الكريم فيه ميزه حلوه جدا ان انت لما بتستخدميه ما بيديكيش البشره المزيته، والبشره اللي هي المزيته دي التاثير الدهني ده بيبقى صعب انك تنزلي حتى بيه في الشارع كده، يعني هو بيمتص بسرعه. بيمتص بسرعه، والتاثير الدهني اللي انت تقولي عليه ده لما هتنزلي في الشارع هيلم تراب. ايوه صح. فانت مش عايزه الموضوع ده، انت عايزه انا عايزه الكريم يمتص سريعا. بعدين الكريم فيه ميزه جميله جدا، معمول بليتس تكنولوجي كولد نانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي بتضمن ان انت تستخدمي الكريم والبشره تمتص كل الكريم، وبالتالي انت كده استفدتي من كل المكونات الموجوده. طيب سو الكريم ده بيعمل ايه؟ الاكشنز بتاعته هو ليه 6 اكشنز معروفين جدا، عشان كده الناس بتسالني هو ليه بيصغر 10 سنين؟ انت لو بصيتي على 6 اكشنز الموجودين هتعرفي ليه بيصغر 10 سنين. 6 اكشنز موجودين هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا فيرمنج. ال 6 اكشنز دي اللي هي وظائف الكريم او هو بيعالج ايه؟ ايوه مظبوط، هو وظائف الكريم او هو بيعالج ايه؟ ال 6 اكشنز انا بعمل فيرمنج بشد البشره، لما بكون عايزه بشرتي تتشد بستخدم الكريم. بعمل جلوينج، عايزه ادي نضاره، تغذيه، بانتي ال 6 اكشنز بيعمل فوليوم من ضمن الحاجات. ليه؟ لانه بيعمل ريبلومبنج، بيحسن الخدود، تلاقي شويه بلومبنج حصلت. انتي ايج علشان التجاعيد، بيعمل وايتنينج علشان الذهب، هولد ذا تيشو توجذر فبيخلي فيه فيرمنج وشده. اهم حاجه بقى علشان ده مهم جدا جدا اللي بيتابعوني، الكريم دلوقتي نازل عليه عرض 30%. دي اهم بوينت، ده خصم هايل ده دكتور. ده كل الناس اللي ما كانتش قادره تجيب الكريم بتهيألي بعد الخصم خلاص الموضوع بقى سهل. طبعا لان كل الناس بتسال اشمعنى كريم ماسي دورو جولد، احنا نسمع عنه كتير كذا مش عارف ايه، عايزين يجربوه. فدي فرصه طبعا هاله للي عايزين يجربوا الكريم. انت هتحسي في الاول بتاثير الجلوينج او النضاره اللي انا بقول لك عليها، بعدين شويه بشويه هتبتدي فعلا تشوفي فعليا بقى التريتمنت بتاعت البقع، ازاله التصبغات، بشرتك هتملى سنه، الفاين لاينز هتروح اللي موجوده هنا هنا، سموكر السموكرز لاينز دي اللي هي حوالين الفم بتاعت النيزوليبيال فولد بتاعت طب هو بيعالج ال 111 برضو يا دكتوره هنا؟ اي فاين لاينز بس انت بتعملي ايه؟ الفاين لاينز عموما انت عارفه هقول لك الفكره ايه؟ الفكره ان الكولاجين بيقل من عند 25 سنة يعني في أواخر العشرينات، زين لما بيقل خالص بيبتدي يحصل التجاعيد العميقة، لأن الإلاستيسيتي أو المرونة بتاعة البشرة
بتروح بتقل بتقل خالص. الالاستيسيتي دي هي المسؤوله عن كل ما تشدي كل ما يكون الكولاجين تحت موجود كتير، وكل ما يكون الالاستيسيتي عاليه كل ما تبقى شده الجلد اعلى واجمل، يبقى شكلك جميل. سو كل ما انت هتقل الكولاجين الالاستيسيتي هتقل، هيبتدي يحصل الديبريشنز، هتنزل وهتبقى ديب رينكلز. طيب في ناس عندها ديب رينكلز ممكن استخدم الكريم علاجي؟ ممكن استخدم الكريم علاجي اف اي قررت ان انا اروح للدكتور مثلا يعمل لي فيلر، اعمل فيلر واستخدم الكريم. يعني الناس اللي بتعمل فيلر وبوتوكس ممكن يستخدموا ماسي دروب؟ طبعا دول اهم الناس، انا دايما اقول لهم عايزين تحافظوا على نتيجه الفيلر وتحافظوا على نتيجه البوتوكس نستخدم الكريم. طب ايه رايك يا دكتوره هند نطلع نشوف تقرير ونرجع لكم تاني؟ طبعا يلا بينا. ماسي دورو جولد، خبراء العنايه بالبشره، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربه صعبه جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي درو جولد، فقررت إن أنا أستعمله وبإذن الله هيجيب نتيجة كويسة. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا أي نتيجة، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني استخدم كريم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا كمان الهدف الاكبر انه يظهر تاثيره على نماذج عاديه بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدام الكريم لمدة 6 شهور حاسة بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدام الكريم ب6 شهور حاسة بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما أخلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا وأكتر. أنا استخدمت الكريم لمدة 6 شهور والحمد لله جايب نتيجة كويسة جدا معايا وهايلة، وبنصح كل ست تجربه وهتحس أكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، وأكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبة، وكمان ممكن نستخدمه على أي جزء من الجسم محتاجين إنه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام الماسي دورو جولد على وشي هي دي النتيجه وانا راضي عليها جدا، بس اكتشفت ان في فرق كبير بين ايدي ووشي، فعشان كده ان شاء الله هستخدمها على ايدي. نماذج مختلفه اختارت ماسي دورو جولد، واكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجه اللي انا وصلت لها وانا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. شفنا
شفنا التقرير وشفنا قد ايه كان تأثير استخدام ميسي دور جولد على ناس طبيعية، يعني مش موديلز، ناس عادية زينا، وفعلا فرق جدا باستخدام ميسي دور جولد. كل التجاعيد اللي كانت موجودة اختفت تماما، كل الخطوط التعبيرية اختفت تماما، الوش كمان بقى فيه نضارة وحيوية. عايزين بقى نسألك بعد ما شفنا التقرير يا دكتورة هند، هو في ناس كتيرة بتقول ان ميسي دور جولد بيبقى منحصر في شريحة معينة اللي هم الفنانين، النجوم، الممثلين، الكلام ده كله، فهل ميسي دور جولد فعلا منحصر في الشريحة دي ولا ليكوا عملة تانية من الناس العادية؟ كل الناس بتشتري الكريم على فكرة، كل ودلوقتي كمان عشان كمان الخصم لما نزل، ولنا الخصم بقى كمان 30%، يعني الخصم كمان لما نزل تشجع ناس كتير جدا انها تجرب الكريم. انت بتعرفي دايما الفيدباك من الناس، انا استخدمت الكريم وعمل كذا، طب استخدمتيه قد ايه، شهرين، ثلاثة، اربع شهور، فانت على طول انا بكون متابعة دايما، لان احنا عندنا في شركة ماسي فارم بنبقى عايزين نشوف كل الـ نشوف نتابع الاراء بتاعة العملاء بعد ما يستخدموا بفترة، نشوف دي كان عندها مشكلة ايه وتعالجت ازاي، ودي كان زي ما احنا مثلا شفنا هنا الـ كل واحد تلاقيه عنده حاجة شكل، ده عنده فاين لاينز هنا، ودي عندها نيزوليبيال، وده كان عنده كان عايز شوية فوليوم، ودي عايزة شوية نضارة، ودي عايزة تفتيح، فسو انت بتعرفي دي كانت مشكلتها ايه وكانت عايزة ان احنا نعمل لها ايه، فالكريم جاب نتيجة في ايه وهكذا. وبعدين ففكرة ان انت لما عملنا 30% دول فده شجع ناس كتير قوي انها تستخدم المنتج وتشتريه، لان الخصم ده ما كانش موجود قبل كده، عمره ما كان موجود. 30% ده رقم كبير جدا، واللي متابع ميسي دور جولد هيفهم يعني ايه 30% دلوقتي. لا ده احنا كده الطبقة العادية والطبقة المتوسطة، كل الطبقات هتشتري ميسي دور جولد بعد الخصم. هقول لك على حاجة، هو مين واحدة ست هتيجي، واحدة امرأة او شابة او بنت مش حابة انها تبقى اجمل وتعمل حاجة تفضل؟ بس دايما انا باكد على نقطة مهمة جدا، ان احنا الانستراكشنز تكملي الكورس، لانه الكريم 120 ملي وبيقعد معاكي 6 شهور، دي فترة اناف ان انت تشوفي بشرتك متحسنة. هتشوفي بنفسك. طيب بصي بقى، احنا كدكاترة عايزين نعرف، دايما بننصح الناس كلها ان هي تستخدم منتجات مرخصة، واكيد لازم الترخيص ده اهم حاجة في حياتنا في كل حتة، يعني في اي منتج لازم يبقى مرخص، فهل ميسي دور جولد مرخص فعلا؟ ميسي دور جولد احنا عندنا 3 تراخيص، ترخيص من وزارة الصحة المصرية ومن الاتحاد الاوروبي، كويس اهو انتوا عارضين التراخيص، وحكومة دبي، فدي 3 جهات للتراخيص بتاعتنا. يعني هو حصل على 3 تصاريح من 3 جهات مختلفة. يس طبعا طبعا طبعا، ده ممتاز جدا يا دكتورة هند، يعني ده وانتوا الصراحة شركة ماسي دايما حريصة على انها بتعرض التصاريح كل حلقة علشان تطمن الناس اللي عايزة تشتري وتطمن الجمهور انه ده اكيد ده منتهى الامان والفعالية. طبعا ده اكيد احنا لازم نعمل كده، لان دايما بتتسألي هو مرخص؟ ده اول سؤال. الكريم جميل، هو مرخص يا دكتور؟ طبعا. لازم انت لما بتعرفي ان حاجه مرخصه لا اجيبه بقى، بتطمني بقى خلاص اجيبه بقى. انت دايما بتعملي كده، ده مرخص في اي حاجه. وبعدين في عندنا العرض 30% انا باكد عليه، لان كمان هقول لكم على ميسي هير في عرض كمان عليه. احنا عايزين نتكلم بقى على ماسي هير. احنا في ناس كتيره استخدموا ماسي دور جولد طبعا وشكروا جدا فيه وانبسطوا قوي من النتيجه، بس كانوا محتاجين حاجه للشعر. ماي فيفرت، اكتر حاجه بحبها. ليه بقى؟ ماسي هير في مميزات حلوه جدا انا شايفاهم دول، انا يعني انت عارفه لما تكون انت مستنيه حاجه معينه تنزل تخلصك من حاجات كتير كنت بتستخدميها، انت عندك ماسي هير. ماسي هير بيعمل ايه؟ بيأخر نمو الشعر الابيض. حلوة. ماسي هير بيشتغل على سكالب حلو جدا، انت بترشي 6 بخات في الاماكن اللي فيها فراغات، فبيطلع الشعر انت بعد استخدامه باسبوعين 3 يبتدي البيبي هير يطلع. بيعمل يعني هو بيطلع شعر في الفراغات. بيطلع شعر في الفراغات. ماسي هير كمان من ضمن الحاجه الكويسه جدا اللي فيه بيعمل ستوب، ده اول من اول السكس اكشنز بتوع اول اكشن بيعمل ستوب هير لوس، فتلاقي ان انت الشعر بتاعك اللي كان بيقع على هدومك وانت طول الوقت تبقي متضايقه ودي وقع هنا ودي كذا، فتلاقي كل ده اختفى تماما لانه بيعمل ستوب لهير لوس. طيب كمان ماسي هير ايه الميزه اللي موجوده فيه؟ الميزه بتاعت ماسي هير ان انت عارفه في الوفيرا، فالالوفيرا بيتقل الشعر، بيتقله كله فيتامينز، فالفيتامينز دي مفيده جدا لبشرتنا. كمان ماسي هير في بيوتين،
سو احنا اصلا بناخد البيوتين كده بالاقراص، فانت تخيلي بقى البيوتين وده البروتين بالظبط بيقوي الشعر وبيتقله بيتعمل نورشنج. سو لا طبعا ماسي هير ده سحر للشعر. طب سؤال بقى مهم جدا بقى قبل ما تقولي العرض، في منتجات كتيره قوي يا دكتوره هند بتبقى في الماركت، اول ما بخلص كورس العلاج للشعر الاقي هو طلع شعره وتمام، اول ما بخلص الكورس الاقي الشعر اللي طلع ده وقع. ايوه فماسي هير بقى في النقطه دي؟ لا لا ماسي هير مش كده خالص. عشان كده انا بقول ماسي هير مختلف في ايه، ماسي هير بيعمل ايه، بيخليكي لما وقفتيه الشعر هيطلع عادي، مش بقى الشعر هيرجع يسقط تاني، لا هو مختلف خالص. عشان كده في عرض على ماسي هير دلوقتي، ماسي هير عليه عرض 18% وماسي دورو جولد عليه عرض 30%، ولو انتوا اشتريتوا الاثنين مع بعض وكلمتوني هقول لكم على اوفر هايل جدا مش هتاخدوه ما خدتوهوش قبل كده. طب هو ماسي هير بقى بينفع للرجال؟ لان في فئه كبيره جدا من الرجال بيسالوا بقى. بينفع للرجال وبيدي خدي بالك ماسي هير ده في ميزه كويسه، او انت عارفه بيعمل كمان ايه، بيدي شويه فوليوم. اديكي حبه فوليوم كده. ليه بقى؟ لان البانسينول بيزود الفوليوم 10%، فدي دي ميزه حلوه جدا انت بتشوفيها في ماسي هير. فيعني انا طبعا احنا التليفونات بتنزل عندكم دايما، احنا كول سنتر موجودين 24 ساعه يعني تواصل سريع جدا وسهل، لو حد عايز يشتري الاثنين مع بعض في اوفر مش هتلاقوه ابدا غير في الايام دي. طيب قول لنا بس 6 اكشنز بتاعت ماسي هير برضو، نرجع لماسي هير. بصي يعني قلت لنا ماسي هير بيعمل ايه، بيعمل تغذيه، بيعمل نورشنج. ماسي هير بيحسن الدوره الدمويه، في فيتامين اي كويس، فبالتالي انت بتحافظي على البلاد سبلاي في المنطقه دي، فالتغذيه بتبقى اعلى. الماسي هير فيه جينسينج، فيه كافيين، ماسي هير فيه الالوفيرا قلت لك بتخلي الشعر الابيض بيقل. فماسي هير الشعر الابيض ده مشكله كبيره جدا قوي قوي قوي، ده حتى في السن الصغير أوي. كل الناس اللي صبغه شعرها الجذور بيطلع فيها شعر ابيض. وبعدين ماسي هير كمان يا حنونه بيعمل ايه بقى، بيخلي ما قلت لك الفراغات يطلع فيها شعر. وحاجه ثانيه كمان ما بيخليكيش مزيته، ده حاجه مهمه جدا. ده دي كلمه حطي تحتيها بتبقي نازله، تبقي نازله عندك مشوار وانت حاسه ان انت مزيته كده، شعرك مزيت وقرفانه جدا. ما بنزلش والله يا دكتوره. ايوه شفتي بفضل قاعده مضطره حاطه زيت بقى وقاعده مستنيه لحد الفرج ما يجي، لحد ما يعمل. فده حلو قوي، يعني ده بيترش على الشعر وما بيسيبش اي اثر دهني على الفرو. ما يسيبيش بقى، هتحطيه على شعر ريحته حلوه جدا، تحطيه على شعرك وطيران بقى تروحي المشوار بتاعك. بصي في مميزات جميله جدا، معرفش انا مش بقول الكلام ده علشان يعني اقول حاجه مش موجوده، هي حاجه موجوده فعلا. بس دايما اقول بليز اي كريم اي منتج علشان تشوفوا النتيجه بتاعته لازم تكملوا الكورس العلاجي بتاعه. ده مش كريم، اصل ده مش كريم، مش حاجه سحر، مش سحر، مفيش سحر طبعاً. اي حاجه في الدنيا مش هحطه النهارده هتقلب بكره، اي حاجه في الدنيا لازم تحافظي على استخدامها المظبوط عشان تديكي النتيجه اللي انت عايزاها. فاصبري شويه وقولي لي الفيدباك بعد 6 شهور، ما حدش يقول انا من شهر، لا 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 ما احبش كده، ان من شهر ده احنا مش جايبين، ده مش سحر. انما السحر هتشوفيه بعد العلاج. تمام. كملي الكورس بتاعك وهتقولي الفيدباك وانا مستنياكم. بشكرك دكتوره هند نورتينا النهارده، شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، والاقيكم في حلقات جايه كتير. باي باي. باي باي. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير.
منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and face lifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.